خلصنا المرة اللي فاتت الـ development بتاعت الكدني، وقلنا إن الكدني بتمر بثلاث مراحل اللي هي مرحلة البرونيفروس والميزونيفروس والأميبس. فيها اللي بقى نروح صغر يعني اشتغل يعني تديها الطاقة وهي بتسمع حلاوة مش لبانة؟ البرونيفروس اتفقنا ان هي بتبقى بداية من الاسبوع الرابع وتخلص في الاسبوع الرابع وبتمشي وبتسيب الضغط بتاعتها بس للمرحلة الثانية، والتيوبيوس بتاعتها بتسيب شوية حاجات خايبين كده في الميل والفيميل. الميزونيفروس بتدخل وتعمل ميزونيفريك تيوبيول وميزونيفريك ضغط وميزونيفريك تيوبيولز. الميزونيفريك ضغط دي كانوا مستولين عليها او استولوا عليها من البرونيفروس، هي مش بتاعتهم ولكن ايه خدوها لقاها موجوده مداخلين فيها وحاطين اسمهم عليها، وضع يد كده وغيروا الاسم يعني بدل ما كانت برونيفروس بقى اسمها ايه ميزونيفروس. وبعد كده التيوبيولز والضغط ميزونيفريك تيوبيول والميزونيفريك ضغط عارفين ان هم يعني مرحلة انتقالية ودي مؤقتة، عارفين ان هم مش هيكملوا فبيشتغلوا تمبرولي كده من الاسبوع الرابع للاسبوع التاسع على ما الميتانيفروس اللي هي البيرمننت كيدني تطلع من الاسبوع الخامس وتبدا تشتغل في الاسبوع التاسع. والميتانيفروس بتاعتي زي ما احنا قلنا لكم ان هي كده ميزونيفريك ضغط والميزونيفريك ضغط ده في الناحيه الثانيه، الاثنين بيفتحوا فين؟ في الكلواكا. شايفين دخلت حته كده من الميزونيفريك ضغط جوه الكلواكا او البريمتال يوروجينيتال ساينس اللي هو هيبقى جزء من اليورينري بلادر. قلت لكم ان هنا من اهم الديريفاتيفز بتاعه الميزونيفريك ضغط في اللور اند في الميل والفيميل حاجه اسمها يوريتيريك باكت. اوكي، هذا اليوريتيريك باد اللي بيبقى متغطي بشويه ميزوثيرمال سيلز سميناها ميتا نفريك كاب، ودولت بيدوني بقى مين؟ البيرمننت كيدني. اوكي، يبقى البيرمننت كيدني بتاعتي اللي هي هتطلع في الاسبوع الخامس وتبدا تشتغل في الاسبوع التاسع بتطلع من تو سورسز يوريتيريك باد والبيرمننت والميتا نفريك كاب. ايه الكونجنتال انوماليز بقى اللي ممكن تحصل في الكدني؟ الكونجنتال انوماليز بتاعت الكدني فيري فيري امبورتنت يا جماعه تعرفوها، فيري فيري اسينشال لان ليها كلينيكال ابلكيشنز كتيره جدا. ولما كنا بنعمل الاختبارات بتاعتنا شورت اسي كانت من الاسئله بتاعتي المتكرره دايما الكونجنتال انوماليز اوف ذا يورينري سيستم او الكونجنتال انوماليز اوف ذا كدني. من الكونجنتال انوماليز اوف ذا كيدني اول حاجه رينال اجينيسيس. رينال اجينيسيس يعني ايه رينال اجينيسيس؟ الابسنس او الفيلير اوف ذا فورميشن اوف ذا كيدني، مفيش كيدني خالص. ممكن هذا الرينال اجينيسيس يبقى يونيلاترال او بايلاترال، خلاص؟ يعني ممكن اليوريتيريك باب ده ما يطلعش خالص. يعني الفيلير اوف ذا ديفلوبمنت اوف ذا يوريتيريك باد من الميزونيفريك باد. مفيش يوريتيريك باد يبقى مفيش كده. ممكن يطلع كمان يوريتيريك باد بس اليوريتيريك باد بتاعي ما يلمسش ما يحصلش بينه وبين الميتانيفريك كاب كونتاكت. ان احنا اتفقنا قلت لكم ان لازم يحصل فيه اليوريتيريك باد يلمس الميتانيفريك كاب، الاثنين يعملوا ستيموليشن لبعضهم في ريسيبروكال ستيموليشن او اندكشن اوف ديفيجن ما بين اليوريتيريك باد والميتانيفريك كاب. ده لازم يلمس ده وده لازم يلمس ده عشان ده يديفرنشيت وده ديفرنشيت. اليوريتيريك باد ديفرنشيت الى الكوليكتنج سيستم والميتانيفريك كاب يبقى ديفرنشيت الى الاكسكريتوري سيستم. ممكن بقى يا ده ولا ده يلمسوا بعض يا اما ما فيش خالص اليوريتيريك باد. دي بنسميها رينال اجينيسيس، يا اما ناحيه واحده يا اما ناحيتين او يونيلاترال او باي لاترال. في الانترا يوتراين لايف الرينال اجينيسيس هاز نو اني امبورتانس خالص.
يعني الافندي نايم جوه، اكل شارب نايم، ولا غرمان حاجه، عايش يعني سلطان زمان، لا بيدفع ايجار ولا نور ولا ميه ولا بيروح يجيب اكل ولا بيطلع فضلات ولا اي حاجه. مين الغلبانه؟ امه بقى الغلبانه اللي عماله تاكله وتاخد مين؟ تصرف كمان عنه. فهو مش محتاج كيدني في الانترنيوتراني لاين. فحتى لو هو عنده بايلاترال ايفن بايلاترال رينال اجينيسيس هاز نو اني افكت في الانترنيوتراني لاين. ولكن افتر بيرث بقى خلاص يا عم صباح الفل، انت مع في حالك وانا في حالي، اخلص منه، يبدا هو يشتغل، مفيش كيدني عنده. فلو ما حصلش ليه رينال ترانسبلانتيشن، نعمل له رينال ترانسبلانتيشن، بيحصل فيه ايرلي ديث افتر بيرث. اوكي؟ يعني يحصل فيو ويكس فيو مانثس افتر بيرث يموت من رينال فيلير لو هو بايلاترال. انما لو يونيلاترال ولا في عنده مشكله خالص، ما في عندك مشكله، هيتنه عايش بواحده كدني بس. فاحنا ممكن نشخصها بالانترنتراين لايف، ولو بقت بايلاترال يبقى احنا مستعدين لهذا الشخص نعمل له رينال ترانسبلانتيشن. لو يونيلاترال خلاص ما نعملش فيه حاجه. هنا طبعا دي ادي سي تي ابدومن، ادي الفرتبرا بتاعتي وادي الريبس بتاعتي. هنا المفروض قدام الفرتبرا تبقى في كدني هنا وكدني هنا، مفيش كدني خالص، يبقى دي بايلاترال رينال اجينيسيس. سي تي ابدومن فيها بايلاترال رينال اجينيسيس، هنا في واحده كدني بس، الناحيه دي مفيش، شايفين في كدني هنا، منظرها ده بيبقى مميز، ده منظر الكدني سي تي. الناحيه دي هنا مفيش كدني خالص، يبقى دي هتبقى يونيلاترال رينال اجينيسيس، ودي هتبقى بايلاترال رينال ايه؟ اجينيسيس. بعد كده بيبقى في عندي حاجه اسمها كونجنتال سيستيك كيدني. ممكن سيستيك كيدني دي تبقى حاجه اسمها سوليتري سيست، يا اما تبقى مالتيبل سيست، يا اما سيست واحده يا اما مالتيبل ايه؟ سيست. انا قلت لكم ان الميتا نفرين كاب بتاعتي بتديكي الاكسكريتوري بارت اللي هي الباومانس كابسول والبروميريولاي ده، النفرون بيطلع من الميتا نفريك كاب، وبعد كده الكوليكتنج بارت بيطلع من اليوناتيريك بارت. اتفقت ان احنا الاثنين بيفتحوا مع بعض عشان اليورين يوصل لغايه اليورينري بلادر. قلت لكم برضه ان ممكن نفرون من دولت يبقى في بينه وما بين الكوليكتنج دكت عداء، او الشيطان يلعب بيه ويقول له خلاص ما تفتحش يا جدع، سيبك منه، ما احناش فاتحين، خلينا في حالنا. لو عمل حركه النداله دي وما فتحش، النفرون بتاعي ده هيتملي يورين، لان الجلوميرولاس ملوش دعوه، البلاد بيدخل بيكستراكت اليورين منه وملوش دعوه باي حاجه، فالنفرون هيتملي يورين ويقوم عامل لي حاجه اسمها ايه؟ سيست. لو هي سوليتري سيست ما في عندي مشكله خالص ولا بتاثر، واحده ممكن تبقى سيست في الابر بول او سيست في اللور بول، وممكن تبقى ديسكفرد اكسيدنتالي ومحدش يعرف عنها حاجه خالص، ممكن واحده سيست هنا او سيست هنا او سيست هنا، خلاص مش مشكله. انما لو هي كبيره قوي وعامله تاثير وكومبريشن على الكدني، ممكن افتح وافضيها، افضي السيست دي، مش بفتح سيرجري بقى جامد، لا بدخل بتروكر وكاني كده بقسطره وبفضيها لو هي كبيره قوي. انما لو صغيره ما اعملش اي حاجه فيها. انما بقى في هيريديتري ديزيز، ريسيسيف ديزيز، بنسميه كونجنتال بوليسيستيك كيدني، اسمه كونجنتال بوليسيستيك كيدني. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، ده بيمشي هيريديتري، بيمشي في عائلات، وفي عائلات بالكامل السبب الدث فيها رينال فيلير. كل الناس بتوع العيله دي بتموت رينال فيلير عشان عندهم بايلاترال بوليسيستيك كيدني، السيست تكبر قوي تدوس على الكورتكس، ما يبقاش فيه عندنا رينال فانكشن ويحصل فيه رينال فيلير، والديس بيبقى من رينال فيلير لو ما تعملهمش دياليسيس او رينال ترانسبلانتيشن. شفتي عمال تقول لي بصي احسن من اللي انت بتبصي عليه، الصوره دي احلى من اللي انت معاك. اتفرجي على ايه؟ ها؟ عماله بصي 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 ولا هي هنا. بالله عليك شفتي منظر زي ده؟ ولا هيجي لك حتى عن طريق البتاع اللي انت بتلعبي بيه ده، الواتساب ده ولا لا مش كده؟ مش والله العظيم كلام انتوا حسبي الله ونعم الوكيل. اخر حاجه عملتها امبارح كنت شايل الفيشه بتاعت الراوتر وكنت هكسرها. خلاص؟ يعني خلاص
اتجنينا، عمالين ننده على ده ولا معبرنا، ننده على دي ولا معبرانا، وكل واحد تك 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 هو ده ازاي وشغالين الله ينور يعني في المذاكره. انا تعبان معايا زمان يا ابني، ذاكر لا مش قادر خالص ازاي. والتاني انا خلاص بقى دلوقتي بنتحايل عليهم يناموا بعد الفجر، حتى بصلوا وناموا نصحى نلاقيهم صاحيين. يعني نصحى الساعه 7 8 نلاقيهم صاحيين، ما نمتوش اصل اصحابنا قاعدين حتى في المحاضره. ده منظر الكونجنتال بوليسيستيك كيدني، طبعا مليانه سيست وشايفين بتكبر في حجم بشع يعني. ها ده دول بايلاترال بوليسيستيك ايه كيدني. ها وهي عماله السيست تكبر، ما هي السيست عماله تكبر ايه. نعم يعني احنا ما بنطلعش سويلنج، يعني ممكن مطلعين سويلنج وزنه مش عارف عايز اقول 25 كيلو يعني. تيومر وزنه 25 كيلو. يعني دول مش مشكله خالص انهم يبقوا في البطن يعني. نعم؟ ليه واحده ايه؟ ده كونجنتال ديزيز بنسميه كوايلاترال كونجنتال بوليسيستيك كيدني. بيحصل في الاثنين كده. لا ملوش اي علاج للاسف الشديد. الكونجنتال بوليسيستيك كيدني ملوش اي تريتمنت خالص ولا اي حاجه تعمل له بريفنشن، يعني ما نقدرش نعمل له بريفنشن ولا نقدر نعمل ستوبج للديزيز خالص. يعني كل اللي احنا بنعمله ممكن نخلي العيان يحافظ على نفسه شويه، ما يخليش الكيدني فيلير يحصل بدري كده. انما وانس ان السيستس بقت كتيره وحصل فيه رينال فيلير ما باليد حيله ولا نقدر نعمل حاجه غير رينال ترانسبلانتيشن. اوكي؟ بعد كده في عندي حاجه اسمها دبل كيدني. الدبل كيدني دي بتحصل ممكن من اليوريتريك باد، في الاول كده يحصل فيه ايرلي سبليتنج اليوريتريك باد ويطلعوا اثنين. كل يوريتريك باد من دولت هيبقى محاط بميتا نتر كاب وتطلع لي ايه؟ كيدني. ممكن الدبل كيدني دي تبقى بايلاترال ويونيلاترال، يعني واحد يبقى عنده اثنين في ناحيه وواحده في ناحيه ثانيه، ولو واحد سعيد الحظ قوي يبقى عنده ايه اليوريتريك باد طلع اثنين، وكل واحده لحالها ما تعرفش ان في جنبها كيدني. خلاص؟ ولكن على فكره لما كان في رينال اجينيسيس يونيلاترال رينال اجينيسيس، الكيدني اللي بتبقى موجوده بيحصل فيها هايبرتروفي. خلاص؟ اسمها ايه؟ كومبنساتوري هايبرتروفي. بتكبر شوية عشان مفيش واحدة تانية، فهي بتكبر شوية عشان تقوم بشغل الاتنين. إنما هنا اهوت لو في عندي دبل كيدني في ناحية وناحية تانية فيها كيدني واحدة، دولت ما يعرفوش حاجة عن دولت ولا دي تعرف حاجة عن دي. يعني ما تعرفش إن جنبها واحدة تانية. فطبعا اللي عنده دبل كيدني دولت يعني ممكن بقى يتبرع بيها أو يبيعها يعني. جاست اكسيدنتالي الحاجات دي ممكن تبقى ديسكفرد اكسيدنتالي. لو هو ربنا كرمه وما راحش لاي دكتور خالص هيعيش ويموت من غير ما يعرف ان كان عنده اثنين كدني في ناحيه او هو ثلاثه كدني، كان ممكن يبقى غني بيهم يعني، كان ممكن يبيع. لو عنده اربعه يا سلام يبيع اثنين ويخلي اثنين. لو بخيل قوي وعايز فلوس يبيع ثلاثه ويعيش بواحده يعني. طيب لو شال واحده منها ما حسيتش فيه؟ لا هنا؟ لا ما تعرفش لان موجوده اساسا يعني. الثانيه ما تعرفش. ما تعرفش ان في كيدني. سبحان الله لما يبقى في اجينيسيس الثانيه تعرف. لما يبقى في رينال اجينيسيس الناحيه اللي طلع فيها كيدني تعرف ان صاحبتها ما طلعتش. خلاص اختها ما طلعتش. انما لو في اثنين في ناحيه وفي واحده في ناحيه، لو شلت واحده من الاثنين مش هيحصل فيه حاجه خالص، لان دي زياده. فاهمة؟ إنما لما الزيادة مش هتأثر في الشيء. مالها؟ لا ولا حاجة خالص. زي ما هي. مش هيبقى برضه الكليرنس بتاعته عالية بقى والكرياتينين بالماينس واليوريا بالماينس يعني. ها؟ بعد كده بيبقى في عندي حاجة اسمها بيلفيك كيدني أو الأكتوبيك كيدني. الكيدني زي ما بقول لكم إن هي بتبقى موجودة في البلبس، بعد كده بيحصل فيه إيه؟ السند للنورمال أناتوميكال أدلت بوزيشن بتاعنا. وده بيحصل فيه 9 سبونس. سام تايمز الكيدني ما بتطلعش وبتتنها مكانها وبنسميها اكتوبيك بيلفيك ايه؟ كيدني.
انا من رايي الشخصي بالامانه عليكم زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، قلت لكم لو في حد عنده اكتئاب الكدني ما تقولوش، يعني هو عنده واحده عاديه والثانيه في البلبس خلاص سيبه في حاله، طالما رينا الفانكشن بتاعته كويسه والجنرال هيلث بتاعته كويسه يعني ايه، اعمل نفسك مش واخد بالك، مش شايف كده ان دي تحت ودي فوق، خلاص ما فيش مشكله خالص طالما هو ماشي بما يرضي الله، كل حاجه عنده مظبطه. لان زي ما قلت لكم ان احنا لو في حد بنعمل له رينال ترانسبلانتيشن بنحط الكدني بتاعتي في الرايت ايليا الفوسطى او بنحطها في الليفت ايليا الفوسطى، خلاص، وبنحط الارتري مع الاكسترنال ايليك ارتري والبين مع الاكسترنال ايليك بين، ونعمل امبلانتيشن لليورتر جوه اليورينال بلادر. ما بنجيبش الكدني الجديده ونقعد نفصل مكانها بقى كده ونحطها في الاناتوميكال بوزيشن، والابر بول 1 انش فروم ذا ميدل لاين، الهايلام 2 انشز، اللور مش عارف ايه، واللونج اكسس مع السوس ميجر، ويا جدع لا ناقصه سنتي هنا، ما بنفصلش حته اصلا ورا مش فاضيه، ها بصي لابدون بقول ده شغلانه اشيل كل ده واعمل مش عارف ايه، لا 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 ده هنا الايليا الفصه فاضيه والالياكس كده طيبه وبنت حلال، مفيش غير سيكم اللي نايم عليها، اوعى يا عم شويه الناحيه دي، وسع، حط الكدني، حط الارتري مع الاكسترنال ايليك، حط البين مع الاكسترنال ايليك بين، نزل اليوريتر باليورينري بلادر، من تحت الحفل على كده، خلاص. فهنا اهوت لما يبقى حد عنده اكتوبيك كدني خلاص متشكرين. انما العيان زي ما قلت لكم قبل كده اللي عنده رينال اجينيسيس يونيلاترال رينال اجينيسيس وعنده واحد كدني بس، ده انا اقعده كده وادي له محاضرات وادي له مواعيد يعمل متابعه وابوس ايده وشه وظهر ان هو يحافظ على الكدني بتاعه لانه عنده واحده بس. انما اللي عنده اثنين، واحده في النورمال بوزيشن واحده في البلبس، اكتب الكدني مش مشكله خالص. ولا كان اقول لك ممكن يعيش ويموت من غير ما يعرف ان كان عنده اكتئاب كدني وما يشتكيش باي حاجه خالص، ممكن يموت باي حاجه ثانيه، خلاص؟ وعربيه تخبطه في الشارع يموت، ها؟ ياكل كبسه مسمومه ويموت. انما مش هيموت برينال فيلير، مش هيموت برينال فيلير ولا هيشتكي باي حاجه فين في الكدني. الكدني بتاعتي وهي موجوده في البلبس ممكن اللور بولز بتاعتها يشبكوا مع بعض ويبقوا فيوز مع بعض وتعمل لي الكدني اللي منظر حلو للحصان دي، بنسميها هورس شو كدني. ودي من الكومن كونجنتال انوماليز اللي بتبقى موجوده عندي، حاجه اسمها الهورس شو ايه كدني. الهورس شو كدني برده ما لهاش اي كومبليكيشنز خالص لو مشيت كده ايه في سلام وطيبه وبنتي ناس، مفيش اي ليها كومبليكيشنز خالص، ولكن بتبقى موجوده في اللور لامبر ريجون ما بتطلعش في الابر بارت. ليه؟ لان هنا الكدني لما بتطلع واللور بولز بتاعتها بيلفوا على بعض، الاوريجن بتاعت الانفيرو ميزنتريك ارتري بيريفنت الفيرزر اسنت اوف ذا كدني، يعني اللور بولز بتوعي بيبقوا تحت الاوريجن بتاعت الانفيرو ميزنتريك ارتري اللي بيطلع من عند ال 3، فالكدني لما تيجي تطلع الارتري بيبقى قدامها ما بيخليهاش تطلع فبتنال تحت. ما في عندي مشكله خليكي تحت واليوريتر بتاعي ماشي سليم والكدني فانكشن ماشيه كويسه، ما تقربش للعيان ولا تعمل له اي حاجه خالص. امتى نتدخل؟ هذه الهورس شو كدني ممكن الارتري بتاعي يبقى اليوريتر معدي من تحته، لان الهورس شو كدني بيحصل فيه فيلير للروتيشن برضه، ها ما بتعملش روتيشن 90 درجه فبتبقى مال برضه كده ايه بنتر شويه. شايفين اليوريتر نازل ازاي؟ شايف اليوريتر نازل كده، ممكن الارتري بتاع الانفيرو ميزنتريك هو ماشي الناحيه دي كده بيدي البرانشات بتاعته عشان يبقى كونتينو اس سوبير ريكتال ارتري، ممكن يدوس على يوريتر من دول، فلو داس على يوريتر من دولت اليوريتر هيتحبس اليورين فيه يبقى دايليتد يعمل هايدرو يوريتر، يحصل فيه باك بريشر والكدني تتملي ميه يعمل حاجه اسمها هايدرو نيفروزيس. الكلام ده خدتوه على الدكتور ايه ولا لا؟ ها هايدرو يوريتر وهايدرو ايه نيفروزيس ممكن يعمل بريشر افكت ويعمل رينال فيلير، فانا ساعتها افك المشكله دي وافصل الكدني عن بعضها. انما لو ما فيش اي كومبليكيشنز سيبها زي ما هي وما تعبرهاش خالص، يعني ادي واحده تكتب الكدني، كدني موجوده في البلبس ما تكوش دعوه بيها ولا تقولوا للراجل عليها ولا الست. انما هنا دي برضو لو ماشيه كويس واليوريتر بعيد عن الارتري خلاص، انما لو في هايدرو يوريتر وهايدرو نيفروزيس نتدخل براحتنا. الكدني زي ما قلت لكم برضه المره اللي فاتت بتبقى موجوده في البلبس، وهي في البلبس بتاخد من ميديان سيكرال ارتري
تطلع شويه تاخد من كومان هيليك، وهي طالعه تاخد ارتيريال سبلاي من الاورطة، وهي طالعه لفوق تكمل مين في الاورطة. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، في ناس يعني اصيله وما يهونش عليها العشره، وبعد كده وهي طالعه زي ما قلت لكم يا عم امشي ابعد، لا او نام الله يخليك خدني معاك، الارض اللي كان مشابك في الكدني طول ما هي عماله يحصل لها السند لفوق محتفظه بالارتريز داخله فيها تاني. ها؟ فيبقى في اكسسوري رينال ارتريز بنسميه ابارنت رينال ارتري او اكسسوري رينال ايه؟ ارتري. الناس لا تسعد كثيرا بان الكدني بتاعته فيها كذا ارتري، يعني يقول لك زياده الخير خيرين، لا متشكرين كتر خيرك، كفايه الخير واحد بس يكون كويس. خلاص؟ يعني بارك الله في القليل يعني الغير ضار. او الطبيعي، انما تقول يا عم خلي يعني ده جاي لك اتنين يعني حد يجي له الخير ويرفضه، لا معلش متشكرين. ليه يا عم جمال متشكرين؟ لان الرينال ارتري بتاعي ده الابارنت رينال ارتري ليه مشكلتين كبار جدا. شايفين هنا ده معمول انجيوجرام للاورطة، ده الاورطة، ده الرينال ارتري العادي بتاعي، في ارتري تاني اهو طالع من الاورطة وداخل على الكلى. شايفين المنظر ده؟ ده بيبقى اسمه ابارنت رينال ارتري. بصوا رينال ارتري الطبيعي هنا، شايفين الفاسكولاريتي بتاعت الكدني عامله ازاي؟ ركزوا كده شوفوا الفرق ما بين دي وما بين دي. هنا الفاسكولاريتي عاليه جدا. والارتريز برانشنج وري برانشنج برانشنج وري برانشنج، وتلاحظوا ان في اناستوز ما بين الارتريز. هنا شايفين اللور مارت بتاعت الكدني هنا؟ ما فيش فاسكولاريتي فيها قوي. اوكي؟ وهنا برضه مفيش فاسكولاريتي قوي، مفيش اناستوموزس ما بين الارترز وبعضها. ليه يا عم الدكتور؟ لان هذا الاكسسوري رينال ارتري او الابارنت رينال ارتري ليه كاركترستيك فيتشر وحشه قوي اللي هو اند ارتري. يعني ايه اند ارتري يا عم الدكتور؟ يعني مش بيعمل اناستوموزس مع اللي حواليه، مع نفسه. ايه مشكلتها يا عم الدكتور؟ مشكلتها انك انت لو عندك رينال ارتري، لو عندك ارتري اند ارتري هيسبلاي حته ومش هياخد من اي برانش جنبه. لو انت عملتي الارتري ده اتقفل، الاريا اللي هتبقى سبلاي باي ذيس ارتري هيحصل فيها نكروزس وديث. فالابارنت رينال ارتري علشان اند ارتري لو اتقفل هيعمل لي مشكله جامده جدا ويحصل فيه نكروزس للحته بتاعت الكدني اللي سبلاي باي ذيس ارتري. نمره اثنين، الابارنت رينال ارتري ممكن يدخل في الكدني في الابر بول وممكن يدخل من اللور بول. ممكن اللي داخل من اللور بول ده يعدي قدام اليوريتر. اليوريتر وهو نازل كده الارتري يعدي من قدام اليوريتر، ما يعديش من تحت اليوريتر. لو عدى الابارنت رينال ارتري وكان حجمه كبير شويه من قدام اليوريتر هيدوس على اليوريتر، هيعمل باك بريشر، هيعمل هايدرونيفروزس، وهيعمل هايدروين يوريتر. فالابارنت رينال ارتري مش حاجه حلوه، يعني ان انا ابقى سعيد ان الكدني بتاعتي عندها 3 4 ارتريز بدل رينال ارتري واحد، لا، لانه ممكن يعمل لي ايه كومبليكيشنز، فده بنسميه الابارنت رينال ارتري او الاكسسوري رينال ارتري. بعد كده بيبقى في حاجه اسمها البرزيستنت اوف ذا فيتال لوبيوليشنز. الكدني بيحصل فيه تشينج في الشيب بتاعتها، وهي في انتراكتراين لاين بيبقى شكلها لوبيوليتد كده، وهذه اللوبيوليشن بتبرزست لغايه الفيرست يير اوف لايف. افتر ذا فيرست يير اوف لايف هذه اللوبيوليشن بتسابير والسيرفس بتاع الكدني بيبقى كلوز. طب افرض ان اللوبيوليشن دي ما راحتش وحصل في حاجه اسمها برزست فيتال لوبيوليشن، it has nothing to do with the function of the kidney and has no any effect. مش مشكله خالص. منظر الكدني لوبيوليتد كده مش مشكله خالص، وبتتشاف بس بوست مورتم وخلاص، يعني ما حدش بيقول ان الكدني بتاعتك لوبيوليتد يا عم يبقى انت هتجيب صنفره ونصنفرها لك ولا هنجيب حاجه ونعملها لك، لا. فلو في بيرزيستنت فيتال لوبيوليشنز ما في عندي مشكله خالص. بالنسبه لي الانوماليز بتاعه اليوريتر بيبقى في عندي حاجه اسمها دبل يوريتر او بيفيد يوريتر. الدبل يوريتر او البيفيد يوريتر ده بيبقى ايرلي او partial او complete splitting of the ureteric bud. هو ureteric bud واحد بس مش طالع اثنين من الاول، ها؟ طالع منين؟ من الاول اثنين، لا. ده هذا ureteric bud ممكن يحصل في الديستال بارت بتاعه splitting، يا اما يحصل في البروكسيمال بارت بتاعه splitting. ولكن خلوا بالكم ان في ميتا نفريك كاب واحد. ميتا نفريك كاب ايه؟ واحد. يعني هنا
ده كده المفروض كان فيه ميتا نفر كاب واحده وطلعت كدني. بعد كده واليوريتر بيكبر اما معمول له ايه سبليتنج كده بقت عملت كانها دبل يوريتر. هنا في الديستال بارت بس حصل السبليتنج، يبقى ده بتسميه بارشال او كومبليت سبليتنج تو ذا يوريتر. انما لو طلعوا اثنين يوريتر هيطلع اثنين كدني، فاهمين؟ لو طلع اثنين يوريتريك بارت هيطلع اثنين كدني، ولكن هو يوريتريك بارت واحد بس ممكن يحصل فيه كومبليت سبليتنج لهذا اليوريتريك بارت بعد عام بعد ما عمل كدني واحده، يا اما يحصل فيه بارشال سبليتنج. طبعا برضه ملوش اي كومبليكيشنز ولا ليه اي حاجه خالص، دبل يوريتر او بيفيد يوريتر ملوش اي كومبليكيشنز خالص. المشكله بقى عندي هنا اكتوبيك يوريتر. المشكله عندي في الاكتوبيك يوريتر، المفروض اليوريتر بتاعي بيفتح في البيز اوف ذا يورينري بلاد. ممكن اليوريتر يفتح في ابنورمال بوزيشن غير الفتحه بتاعت البيز بتاع اليورينري بلاد. في الميل ممكن يفتح في البلادر نيك، عند النيك بتاعت البلادر، بدل ما يفتح في البيز بتاعت البلادر يا اما يفتح في البروستيت يا اما يفتح في الريكتوم. اذا فتح في البروستيت او فتح في الريكتوم بيحصل فيه تريبلينج اوف ذا يورين، يا اما فروم ذا بينس يا اما فروم ذا ريكتوم مع النورمال ميكتوريشن. يعني ايه يا عم الدكتور جمال الله يخليك واحده واحده؟ عندي يوريتر سليم بيفتح في البيز اوف ذا بلادر، وعندي يوريتر تاني يا اما بيفتح في البروستيت يا اما بيفتح في الريكتوم. خلاص؟ اللي بيفتح في اليورينري بلادر بيملى البلادر عادي خالص، فلما يملى البلادر هيبقى في عندي الديزاير اوف ميكتوريشن، هدخل اعمل ميكتوريشن عادي. انما اللي بيفتح في الريكتوم او اللي بيفتح في البروستيت بعد السفنكتر الانترنال يوريسترال سفنكتر بيخلي اليورين ينزل لوحده مش بيملى البلادر، فاهمين؟ فبيبقى في دريبلينج اوف ذا يورين يا اما من الريكتوم يا اما عادي فروم ذا يوريسترا زائد النورمال ديزاير اوف ميكتوريشن. في الفيميل ممكن تحصل نفس الموضوع، في الفيميل ممكن اليوريتر بتاعها ممكن يفتح في النيك اوف ذا بلادر يا اما يفتح في اليوريترا بدل ما البلادر يا اما يفتح في الفاجاينا. واحده عندها يوريتر في الفاجاينا ويوريتر تاني موجود في البلادر هتبقى نفس الحدوته، هيحصل في عندها continuous dribbling of the urine from the vagina زائد ال desire of maturation العادي، لان واحد بيملى والتاني بيفتح الشارع. ماشي الكلام؟ فهنا اللي بيبقى عندها الاكتوبيك يوريتر دوت برضه في الفاجينا هيحصل في dribbling of the urine from the vagina زائد النورمال ديزاير اوف ايه maturation. ده بنسميه الاكتوبيك يوريتر. بعد كده نيجي لحته مهمه جدا وصحصحوا بقى معايا شويه، شكلكم نمتوا كده مش عارف ايه، حاسس بنوم كده عشان كلكم قاعدين مربعين عشان ما فيش سبوره، صح؟ كله كده بالباور بوينت وسلايدز، حاجه بتصيب بالملل مش كده؟ ايوه ولا مش ايوه؟ ايوه مش كده؟ والله احنا زمان كنا بنشتغل في التباشير، عارفين التباشير؟ ايوه طبعا. ولا ما نعرفوش؟ والله كان الواحد يطلع كده البلط بتاعه احمر واخضر وازرق، وكم القميص من هنا بايظ من التباشير والبشاوره، وامسح بقى وتباشير والوان، بس الواحد كان بيحس بمتعه غريبه بصراحه، والله متعه غريبه. تطورنا شويه وجبنا الوايت بورد ماركر مع الوايت بورد اهو شويه. قالوا لنا لا ايه ده، كان في حد في سنه 2011 ولا 2012 يستخدم وايت بورد وماركر؟ ده هو الحاسب الالي الحاسوب، ونستخدم الحاسوب والباور بوينت نلاقي كل الطلبه امتى خالص. طب تعرفوا الصبح حصل فيه موقف غريب جدا بس انا ما علقتش عليه وما رضيتش احرجه. طالب قاعد ماسك الموبايل وبيسجل، يعني بيسجل المحاضرة زي البتاع اللي بيسجلوا بيها، ماسكالي البتاع كده، كان في واحدة مرضى عاملة لي كده.